عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. كثير من الناس يكون غير مطمئن إلى فعل من الأفعال، ويحيك ذلك في صدره، ومع ذلك يسأل المفتين يبتغي الرخص.